تشير من اسمه انت عارف، فحيكون اكيد من اسمه او غالبا خلينا نقول انه يعني زول خير، رجل خير اكثر أكيد. حاجه انت عارف واحده من الحاجات اللي بنتكلم عنها طوال في وسائل الاعلام الضغط على المغتربين وخصوصا العيد جاي، يعني فخلينا كده نقيف معاهم شويه. الناس اللي بترسل كثير والله انا شفت يا ريم المغتربين ديل في ناس ظلمهم مفتكرين انه بيقعدوا هناك يمشي رقط القروش دايما الشارع كده. والله الناس دي معانين معاناه شديده خلاص. يمكن الفتره انا يعني ظروف جمعتني بعدد من المغتربين بالذات مغتربين السعوديه ديل. ايوه الناس ديل بيعانوا معاناه شديده خلاص، يعني بيقطعوا كده من لحمهم عشان يجيبوا للناس عشان يقدروا يلملموا كده ويدوا اولادهم واهلهم مصاريف يعني. فعليا واقل حاجه انت ما عندك زول مغترب في السعوديه مالك جيب القروش اديني. ايوه يعني هم بيفتكروا كده يقول لك يا اخي قاعد في السعوديه ونحن هنا داين نموت ارسل الريالات دي. المرتبه زاد بقت ما زي زمان الناس يعني العمله ايوه ولا وغير كده قسموا القروش كثير جدا نقصوا المرتبات غير كده بيجي فرص العمل ذات ضيقه شديد يعني ضيقه شديد في الدول اي دول الاختراع بدت كلها تحاول يعني توطن العمل للمواطنين وهي اي دوله محترمه ونحن اتمنى يعني احنا ما فاضيين من الحروب والمشاكل وكذا للاسف يعني للناس اللي شايفه مصلحتها اول حتى مصلحه الوطن ثاني حنجراجع عليهم الناس اللي مصلحتهم في البدايه حتى مصلحه المواطنين فديلا للناس زلنا ايوه يشغلونا من برا انتوا مستديين ما بحبك عشان كده بسلم عليك من بعيد يخليكم يخليكم فزي ما قلت يعني اتمنى انه الناس يعني تتعامل مع المغترب ده انه هو ما عايش في عالم في كوكب ثاني هو مظلوم بحاجتين مظلوم بانه مدعوك هناك ومحروم منك هنا. محروم منكم انتم محروم من بلده ما شفت الشوق للفول الفول والفته دي للمغتربين نقدر شنو لما الاهل لكن مطاعم والناس وعمي وعمك وداخلين ومارقين والله زول يعني ذكر لما العبر تخنقوا يعني تحيه ليهم فالتحيه ان شاء الله رجعوا يلقوا خير كثير يلقل. والبلد عامره ويلقوا الناس كلها مصلحتها ما بس نفسها مصلحتها بتقدم مصلحه أول. الوطن على فعلا. مصلحه الافراد وبتقدم مصلحه الاخرين على مصلحه في تلفون خش يعني. او اف ام 106.6 106.6 اسمع وشوف الحياه.